سمعوني مزيان، غادي نعطيكم عده نصائح هي اللي زوينه بزاف واكيد غادي تنفع لي، نجاوبكم على اي مشكل ممكن يصادفنا حنا الناس الشعبيين في تعاملنا مع المجمر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا وتحياتي لكم، والف مرحبا بكل من كيتابع قناه سحر الطبيعه. كنقول لكم راكم مشرفيني ومنوريني، يوم جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الحيل كلها خاصه بالعيد الاضحى، غير خليكم في المتابعه. نقول لك يا لاله اللي كيحقر عليك المجمر وكيضرك في راسك شنو ديري باش ما يضركش، والا ضرك في راسك غنقول لك شنو ديري، وغنعطيكم سر قطبه للفتيين وغنعطيكم ازاله الريح. مهم بزاف بزاف بزاف، غير خليكم في المتابعه من بدايه الفيديو لاخر الفيديو، ما تفلتوا حتى شي حيله وما تنساونيش من لايكاتكم. الله يخلي لكم كل عزيز وغالي، ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو ان شاء الله نتعرفوا على هذه الحيل، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. وهنا يا بنات جيت معكم لهاد التدبيره هادي اللي زوينه وكنا اكيد غادي نحتاجوها. كنعرفوا بان النهار الاول ونهار الثاني ديال عيد الاضحى كيكون الدرك على لافابو، بمعنى اننا كنغسلوا الكرشه، كنغسلوا داكشي كيدوز داك الماء اللي مزفر ديال العيد، نهار العيد نهار ثاني عيد. يعني انا ما كنهضرش على دوك التخت وداكشي، راه ضروري كنديروا الصفايه، ولكن هذاك الماء اللي كيدوز اعزكم الله في الريحه ديال الكرشه، في المهم فهمتوني كيفاش، يعني كدوز فيه الزفوريه ديال العيد. الحاجه اللي بغيتكم ديروها لافابو ديالكم باش من بعد ما يبقاش يطلع لكم ديك الريحه، اولا كما كنقولوا اعزكم الله كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا كنقولوا القادوس كيتقرع، ما يخرج لكمش ديك الريحه ديال ديك الماء اللي داز ديال الزفوره ديال العيد. كتقبطي الملحه، امتى ديري هذه القضيه؟ نهار العيد ولا نهار ثاني عيد، ولكن حتى تسالي شغلك، حتى تسالي في الليل، في الليل غتخرجي من الكوزينه غسلتي معيناتك جمعتي كلشي، ما بقيش غادي تطلقي الماء، يعني هذه المرحله ديريها وما تطلقيش الماء. كتاخدي الملحه ديالك كديريها هنايا هنايا في هذا لافابو ديالك ديال الكوزينه بحال هكا، ديري كميه معقوله وكتقبطي الخل وكديريه بحال هكا كميه كذلك معقوله صافي، وتخليه هكا ما تطلقيش عليه الماء، خليه حتى للصباح. هاد الملح وهاد الخل كيدفع وكيحيد ديك الريحه الخايبه وداكشي اللي كاين في دوك الزعاب وداكشي، ولكن هذا ما يعنيش بانك الملحه غادي تعفيك من انه مره في 15 يوم ولا في 20 يوم. دائما تحت يعني تحت الحوض ديالك كتحلي داكشي ديك بلاصه فين كيدوز الماء، بلاصه الزعاب وداكشي كتحلي داكشي وكتنظفيه من دوك الترسبات اللي كيبقاو تما، تغسليهم كما ينبغي بشي حليفه اللي خاصه بالتنظيف وبكاع بجافيل، المهم تغسلي داكشي وترجعي عاوتاني تركبيه، وهكذا راه دائما مع مر الريحه غادي تكون عندك هنا، لان دائما الزعاب عندك نظاف. وكديري هذا الماء والخل والملحه اكيد راه ما غاديش تربى عندك الريحه نهائيا. كنتمنى هاد التدبيره انها تعجبكم، وبما انني هنايا في الحوض يعني في البوطاجي غادي نلبي طلب ديال واحد الاخت اللي طلبتني، غنلبي الطلب ديالها، قالت لي عافاك كيفاش مركبه هاد المنديل هذا ولا هذا اللي مدركين به تحت البوطاجي بلا ما تثقبي في الرخام، لانني انا ما تثقباش في الرخام ويستحيل انني نثقب في الرخام، لان هادو دايرهم احتياط بيد ما ربي يجيب الرزق هكا ويجيب الله التيسير انني ندير الالومنيوم، دايرهم مدرقه بهم المواعن اللي لداخل وداكشي. قلت لها انا راه دايره العلاقات، ما فهمتش وطلبت مني قالت لي عافاك وريني كيفاش دايره اليوم. ها انت اختي تتعرفي هاد العلاقات هادو ديال البلاستيك اللي فيهم بحال شكل بحال الفونطوز، كنركبت وحده هنايا، اما تعلقي لاستيكا هو شديتو وعقدتو وثقبتو ودرتو في هذه العقده هذه، اولا كديريه هنايا فيما بغيتي، وجيت هنايا عاوتاني في نص الطريق ودرت علاقه اخرى هادو اللي كيلصقوا، يعني راه يستحيل انني نثقب في الرخام، درتها هنايا وجيت هنا عاوتاني ودرتها، يعني درتها على حسب الطول اللي عندك انت ديال الرخام، درتها ها هي انايا هذه درتها هنا غير باش هزا ليا هذا ما يبقاش مدلي، درتها في هاد العلاقة هادي هزة ليا اللاستيك، هاي وحدة أخرى إلى وصلت حد الجهة اللي صافي تحد ليا البوطاجي، ها هو شتو هانتي ها هي عاوتاني ركبتها هنايا بالعكس كنركبهم مخالفين باش لاستيك يشد فيهم صافي، وهانا مدوزة هنايا هذا هنا على طول ديال البوطاجي ساهلة، غير وحدة كتعطي لختها، فهمتيني كيفاش. كنتمنى أنني نكون شرحت ليك مزيان وفهمتي الطريقة، غير انتي حاولي ملي تكوني كتركبيهم عكس باش هكا تلقاي فين تعلقي لاستيك. هذا ما كان البنات، نمشي ان شاء الله بحول الله التدبيره المواليه.
وهنا يا البنات الغزالات، باش نقول لكم هاد التدبيره كان لازم انني نخرج هنا قدام الجرده ونجلس هنا ودوي معكم في راحتي. سمعوني مزيان، غادي نعطيكم عده نصائح وهي اللي زوينه بزاف واكيد غادي تنفع البنات المبتدئات وحتى السيدات اللي ما عارفينهمش مع البنات اللي هكا عندهم اول مره التعامل مع المجمر، سواء يلا السنه الاولى ديال الزواج ولا هكا يلا بدات كترمل هذا الشيء ديال الطبخ وهذا كتعلم. غادي نعطيكم معلومات مفيده، غير خليكم معايا. وحبيت نذكر خوتي ما فيها باس انها لينسات لي لايك ديرها فضلا وليس امرا، ومشكوره بزاف بزاف. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. غادي نجاوبكم على اي مشكل ممكن يصادفنا حنا الناس الشعبيين في تعاملنا مع المجمر. كتعرفوا باننا ملي كنبغيو عطيتكم بطريقه كيفاش تشعلوا المجمر تبارك الله بطريقه سهله اللي كلكم عجبتكم وبصحتكم وراحتكم، غير جربوها على عين على ضمان تبع عينكم مغمضين. من بعد نقولوا دابا حنا صافي شعل لينا المجمر. اول حاجه كنلقاوها كاين اللي عنده بزاف ديال، كاين السيدات اللي عندهم بزاف المشكل انهم مجرد يجلسوا يقابلوا المجمر يطيبوا فيه كيضرهم راسهم، يعني كنقولوا كيضر في الراس. الحاجه اللي غنعطيكم انها ديروها وما غاديش يضركم المجمر في الراس هو انكم كتقبطوا واحد الطرف ديال الحديده كما بغات تكون، طرف الحديد ولا طرف ديال القطيب، مهم تكون من ديال الحديد. وملي تكونوا كتشويو هاد الحديده هادي ديروها في المجمر ديالكم، ياك هاد الحديده ما كتخليش الفخر يضركم في الراس، كتبقاو تشويو عادي هكا ان شاء الله هاد الحديده ما تخليش المجمر يضركم في راسكم. وما نزيدش ننصحكم باننا صافي يعني المجمر دائما ملي كنساليو منه كنبعدوه علينا في شي بلاصه اللي ما تخليش انه تبقاو جالسين حداه مده طويله. وفي اخر فيديو غادي نقول لكم ان شاء الله الا ضركم راسكم شنو ديروا باش يزول عليكم في البلاصه. المهم باش نبقى في ميدان المجمر، ملي تبقى ملي مثلا ديري العافيه ديالك وتبداي تشوي خاص ضروري ثم ضروري المجمر يكون زانت زنده وحده، يعني ماشي عافيه هنا وعافيه هنا طافيه. علاش؟ باش ملي كديري القطبان ديالك في الشوايه وكتبداي تشوي، الحاجه الوحيده الاولى اللي كتخلي السبب كيخلي القطبان ديالك كيجيو كارمين هو هذاك كنقولوا حنا كيتشحطوا، جهه كطيب جهه ما كطيبش، وكتبقاي تقلبي كل مره على الجهه اللي فيها العافيه هكا كتخليهم يكرموا وكيقصاحوا عندك. هو خص المجمر باش يعني تجيبي القطبان ديالك طايبين طيبه وحده وفتين، هو انك كيطيبوا طيبه وحده. كيما نحط الشوايه ملي نجي نقلبها نلقى كل شيء طاب دقه وحده، هكا كتربحي الوقت وثانيا ما كيكرموش معاك القطبان ديالك. حاجه اخرى ملي كنكونوا دايرين بولفاف اولا شي حاجه اللي فيها الشحمه، كتعرفوا تبارك الله كيبقى يطلق الدخان وكتطلع العافيه، لان شنو اللي كيطلع ديك العافيه هو ديك الزيت ديك ديال الشحمه اللي كتبدا تقطر في العافيه وكتطلع الدخان. هذيك العافيه ما خصكش طيبي فيها، علاش؟ لانها ملي كتكون العافيه طالعه غير كتحرق ولكن ما كطيبش، فهمتي؟ كيبان لك انت راه تقرملوا من الداخل ولا قربوا يوليو كحلين ولكن الحيمه مثلا باقا ما طابتش. دائما غالبا شنو كنديروا، كنكون حدانا واحد الطاسه ديال الماء، راه اكيد غتكونوا تصحاب اللي كيشويو كتلاحظوهم كيديروا هكا كيهز شي شويه ديال الماء هكا كيفزق يديه وكيبقى يرش ديك وكيبقى يرش بيديه هكا على ديك العافيه باش كتهمد، حيت الطياب الزوين هو يطيب في الجمر حمر ماشي في ديك العافيه طالعه، ديك العافيه راه غير كتكحل وكتكرم بلا طياب. ملي ديري هكا ديري 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 الماء. اللي ما بغاش يدير الماء غنعطيكم طريقه اخرى، هو انه كتقبطي واحد شي شويه ديال الملحه ملي تشوفي العافيه طالعه لك هكا يعني زانده، كترشي المجمر ديالك هكا بالعافيه كترجع تهمد كطير ديك العافيه اللي كتكون طالعه وكتبقاي طيبي في الجمر هكاك حمر. هذه من ناحيه، ناحيه اخرى كيقول بزاف الاخوات كيقولوا لي كيجينا اللحم ديالنا، عطينا طريقه كيفاش يجينا القطبان فتيين. القطبان الا ربما كان مثلا عندكم اللحم عاصي وكيجيكم اللحم قاصح، في الشرموله ديال القطبان كديروا الخل البنات، واحد المعلقه ولا جوج معالق ديال الخل، الخل كيفتي اللحم ولكن ترقديه لساعات. يعني الخل كتبقى الكميه على حسب شحال عندك انت القياس ديال القطبان، كديريه مع الشرموله ديالهم مع الشرموله ديال العطريه ديال القطبان وكتغطي عليه وتخليه في الثلاجه الله يعمل ميبات ليله كامله ولا ساعات طويله. غير هو ما ديريش معاهم البصله، علاش؟ لان البصله معروف بانها ملي كتلقى مع الملحه ومع العطريه كتطلق الماء، وبالتالي غادي يجيكم القطبان ميهين فيهم الماء. وثاني حاجه كتطلق الريحه، مثلا تخيلي معايا انها جلست ساعات ما او لبات ليله كامله كتطلق ريحه البصله وكيجيوك القطبان ماشي زوينين. البصله خليها اخر حاجه، حتى كتبغي تصافي تجبديهم غادي تزلقيهم في القطبان عاد هرسي البصيله ورجعي خلطي وديك الساعه ديرهم في القطبان وكلوا بصحتكم وراحتكم.
مازال عندي عده نصائح غادي نفيدكم بها، غير كل مره كندير معكم شويه شويه في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. بقات اخر حاجه هو انني غنقول لكم بالنسبه للناس اللي كيضرهم راسهم. سبق ليا شحال هذه كنت قلت لكم البنات احسن حاجه ما جربت انايا بعيدا عن الادويه واللي كيطلقني بها الحال وما كيبقاش راسي يضرني هو القرعه السلويه كنشمها. سبق ليا قلتها لكم شي عام دابا، قلت لكم قبطوا السلاوي وعلقوها، وانا غنخلي لكم الصوره ها هي غتبان لكم. علقوها بهذا الشكل هذا وخليوها في الشمس حتى كتكرم حتى كتولي كارمه. انا غنوريها لكم دابا كارمه، ها هي البنات شفتوا هذه راه السلاويه، سلاويه كبير. حنا دابا تبارك الله عندنا في البلاد ملي كيجي وقت وكيجنيو القرعه كتبقى لهم قراعي هكا ملوحين في البلاد، كتبقى غير هكا ملوحه في البلاد هكا منها لصيد ربي في الشمس حتى كتكرم. دابا الا مشيت للبلاد نجيب منها بزاف. المهم نتوما غير علقوها في الشمس غادي تكرم. شوف كي كتولي ها سمعتوها قاصحر، هذه راه دابا القاعده ديال القرعه السلاويه. كتاخذي واحد الطرف بحال هكا غير طريف واحد المورسو وكديريه في العافيه في العافيه فوق البوطه حتى كتشد فيه العافيه وكيطلق الدخان، كديريه تحت نيفك وكتصنشقي داك الدخان كيطلع لك مع الجعب نيفك لراسك في البلاصه البنات بحال الرحمه ديال صدر ربي. انا مجرباها وهي ما كتخطانيش فحال تما جلستو ضركم المجمر في الراس، غير شموا القرعه راه في البلاصه كتزول. كذلك كاينه بشنيخه، اكيد راه تعرفوا بشنيخه اللي كان بكري كنقيو بها السنان، هذيك حتى هي البنات الا شعلتوها في العافيه وشميتوها كيفوتكم الراس في البلاصه. الا لاحظتوا معايا ملي غتمشيو عند العطار وهزيتوا عينيكم غتلقاوه معلق السلاوي كارم، راه هذا هو الغرض ديالو. هذا ما كان البنات وانا جالسه في ليسه دايرين بيا كيسحب لي مثل شوي. شنقول لكم البنات الله يجعل ايامكم كلها اعياد ان شاء الله ومن فرحه لفرحه يا ربي يا كريم. مبروك البنات والوليدات اللي نجحوا اللي عندهم استدراكيه، الله يسهل عليهم وينور ربي بصيرتهم وينجحهم يا ربي يا كريم. واللي ما حالفهمش الحظ ماشي مشكل، العام الجاي استدركوا الامر ان شاء الله وبالتوفيق للجميع يا سيدي يا ربي. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، كنوعدكم بحيه الاخرى ان شاء الله، غير خليكم معايا بالمتابعه وبلايكاتكم وبالبارطاج وما تبخلوش عليا البنات باللي في جهده في شي حاجه ديروا مع اختها وما تقصرش، وانا ما كنقصرش من جهتي. ومع الف سلامه.